سلام البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ شي وحده بالاسم ديالها، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. المهم انايا بغيت ندير معكم في الصاله بالنسبه للمبتدئات. بطبيعه الحال غندير معكم في الاول اخذ القياس هو الاول، بعد بالنسبه للحجر الصحي المحلات كلهم مسادين، ما لقيت حتى شي محل حال باش ناخذ المانكه وندير على اخذ القياس. واختاريت ندير على راسي، ماشي مانكا، ولكن اختاريت ندير راسي منها غادي نتفهموا مزيان. نتمنىكم البنات اللي عجبوا الفيديو يدير لايك، يفعل الجرس، يحط كومونتير باش يوصل ليه الجديد. وبالنسبه للمبتدئات اخذ القياس هو الفصاله. بصراحه طلع اخذ القياس، الا خديتي شي قياس مزيان كتطلع الفصاله زوينه باش كتبان. هاد الجلابه نيت انا اللي فصلتها، الراندا انا اللي درتها لها، تقولوا لي كيفاش جاتكم في الكومونتير. المهم بسم الله على بركه الله غادي نبداو اخذ القياس على راسي طفيت الحال. المهم غنبداو الكتيفات هما الاولين، كتشدي السنتيم هذا هو الواحد، كتشدي في يدك كتشد بحال واحد فينا في هذا اليد، كتجيبي هكا. عندنا واحد العظيمات هنا البنات، هما الكتيفات ديالنا. المهم انا نوريهم لكم هكا، هذوما العظيمات ديالنا. هنا كتشدي الواحد، وهنا كتشدي فيما جاتك هنا غادي تشديها، كتشد الكتاف ديالك هكا ليا هنا 42 في الكتاف، غادي تحطي الكتاف فيهم 42. هي شديتي على شي حد خاصك تبقاي شاده الكتاف، تبقاي شاده السنتيم ديالك عفوا هنايا. المهم انا حيت عارفه دابا فين شديتو، كتعاودي تشدي الواحد هنا باش كتاخدي الطول ديالكم. الطول ديالكم غادي نشدو في العظم اللي كنت شديت فيه الكتاف. كنبقى دابا حيت خديت القياس على راسي، انا موالفه كناخد القياس على راسي، ما عنديش مشكل. كتهبطي السنتيم بشويه، وانت شاده بصبيعاتك وانت غادي تشوفي العبار اللي بغيتي انت. انا الجلابه دايره فيها 58، نقدر نديرها قصيره 56 57 من الطول اللي بغيتي انت، تروا كار اللي عجبك. المهم غادي ندير هنايا 58. نطلقوا هنايا دورة الصدر، هادي كتسمى دورة الصدر، كتجيبيها عندك هنا. بالنسبة لدورة الصدر كيفاش كنشدو؟ متتشديش من طبيعة الحال مزير هكا ليا، متتشديش مزير، إلا شديتيه مزير مغاديش تدخلك البياسة، غتشديه نتيا مرتاحة فيه، كتشديه بحال هكا. هكا شوف العرض اللي بغيتي نتيا، هاد السباس هو اللي تيبان لك فيه العرض هنا. بالنسبه ليا عندها 28، جاتني عريضه. القياس اللي كندير انا البنات باش كتجيني جلابه سيغ مزير، كتجيني لا عريضه لا مزيره. هنا 112 دابا هو الصدر ديالي، دورات الصدر كتسمى دورات الصدر. 112 كتبي 112 كتحطيها، كتنزلي شاده في يدك كتنزلي الحزام هكا، ندير نزله الحزام. الحزام ملي تكون اللي بغاتو عرض كان يتخلي عريض، انا ما بغيتوش عريض، انا بغيتو بحال هكا كان الحزام. هنا دابا هو الحزام، هنا 108 الحزام، هنايا 108. كتبقاي شاده السنتيم ما تلقيش من يديك، ونزلي هكا، كتبي بعدا 108 دورة الصدر، دورة الحزام عفوا 108. كتجي هنايا لي هونش، دورة الحوض تتسمى دورة الحوض. غادي ندير فيها انايا القياس ديالي على حساب السيده، كتبقاي سنتيم ها تطلعي وتتنزلي، غادي شويه مزيره ياك. انا ندير مترو و 32، هاهي مترو و 32 دابا ملبساني هاد الجلابه نيت فيها مترو و 32، تتنزلي هكا. القياس هو كل شيء، اخذ القياس هو كل شيء بصراحه. مترو 32 تتشدي كتقيدي مترو 32 في دورة الحوض. بالنسبه للجلال البنات هذه فيها 40، حتى الفصاله ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش غادي نديروا الجلال. بالنسبه لراس الكم هنا البنات ما خديتوش، هنا راس الكم كتشدي كدوري السنتيم هكا، كتشوفي انت شحال بيتي فيه، 28 بيتيها مزيرة، بيتي تعرضيها، بيتي كتلعبي بالسنتيم. شوفي قياس لبيتي، أنا بيت فيها 30،
هاي 30 شديتها، عجنت فيها 30، هاي 30 كتشدها بحال هكا هنايا، هادي فيها 30، تبقاي ديري راسلكم في 30. بالنسبة للقب هذا فيه 40 على 32 حتى 34 بالنسبة للقب فيه 40. بالنسبة للبنات الطول، الطول الكلي، الطول الكلي كاين اللي كيشدو من حدايا من عند الكتاف هكاني وكينزلو، أنا لا مكنشدوش منها، هاد القاد هي ممضبوطاش صراحة، أنا مكنستعملهاش. بالنسبة للطول الكلي أنا كنجي هنا، كنجي هنا، أنا كنشد الطول الكلي هكا، كنشد الطول الكلي من هنايا، كاين هنا كتشدي. المهم بهاد الجلابة الطول الكلي فيها متر و 34، الطول الكلي متر و 34. بالنسبة للبنات لأخذ القياس كيفاش غادي نقسموه، دينا الكتاف 42، الكتاف 42 تنقسموهم على جوج كيعطيونا 21. بالنسبة لدورة الصدر عطاتنا 112، 112 كنقسموها على 4 عطاتنا 28. دورة الحزام كذلك 128 كنقسموها على 4 عطاتنا 27. دورة الحوض هي 132 تاني تنقسموها على 4 عطاتنا 33. الجلال 160 قسمنا على 4. المهم عندك الكتاف وعندك راس الكم تنقسموهم على جوج، المهم عطاتنا 40. الطول الكلي ما تنقربوش ليه، راس الكم 30 تنقسمو على جوج عطاتنا 15. القب تيبقى 40 ل 32 تنبغيو نخدمو في الصالة ونوريكم ان شاء الله كيف ديرولو. والطول الكلي ما تنقيسوش. بالنسبة للناس اللي ما قاريينش ما عندناش مشكل، لما ماشي ما قاريش عارفين الارقام ولكن ما عارفينش يحسبوا، غادي نديروا واحد الطريقه غادي نخدموها غير بالسنتيم، ما نخدموش غير حنايا القلب ديالنا. بالنسبه للبنات اللي ما باش تخدم دماغها، الكتاف عندنا 42 هاهي 42، 42 هي هادي، كتجي بالسنتيم حنا نقسمو على جوج، كتحطي هنا كتجيبي هنا هاهي 21، يعني 21 كتبقاي ديها. دورة الصدر عندنا 112، كتبقاي تدوري في السنتيم حتى 112، هاهي 112، هاهي النص ديالها هي 56، حيت حنا عندنا دورة الصدر مقسومة على 4، النص ديالها 56، كتشدها 56 كتعاودي ترجعي ليه الواحد. أنا بصراحة الطريقة اللي كنستعمل مكنبقاش نخدم من دماغي. 28 يعني دورة الصدر 112 مقسومة على 4 هي 28 جاتنا البنات، هاهي ملي كتقسمي على جوج تعاودي ديك النص على جوج هاهي 28. بالنسبة لدورة الحزام عندك 108، تتقلبي على 108 هنا، بطبيعة الحال هاد الحاشية ديال الراس لاخر كتحطيها هنا وكتبقاي مقاداه، بحال كتقطعي شي حاجة تقسميها. عطاتنا 54، هاد 54 بغيت نشدها بيديا ونجيب ليها الراس ديال السنتيم اللي فيه الواحد، هي عطاتني 27، يعني حطيت 27. دورة الحوض كذلك مترو و 32 فليهونش، هيا جبتها هنا حتى نجبد السنتيم ديالي حتى كيجيني في النص، 66 كنشد ديك 66 كنجيب فيها هاد الواحد، هي 33 كنحطها. الجلال مقسوم على 4، متر و 60 عندنا 160، يعني قلبي على 160 فين كاينه، ما غاديش تلقايها هنا 160 متر في متر و 50 سمحوا لي. المهم 160 غتقسميها على جوج، عاودي قسميها على 4. المهم البنات ما بغيتش نطول عليكم الفيديو، هانتوما شفتوا التقسيم كيف كيدير كيفاش كاين كيفاش كنديروا له سمحوا لي. بالنسبه للكتاف ودوره دوره الكم راس الكم هي اللي تنقسموها على جوج. بالنسبه للستر دوره الصدر ودوره الحزام ودوره الجلال ودوره الحوض كتقسم على 4، والطول الكلي ما تنقربوش له ما تنقيسوش كيبقى هو هو، طول الكم تيبقى هو هو. المهم ما نطولش عليكم، الى عجبكم الفيديو تابوناو معايا وديروا لايك وحطوا الكومونتير، وان شاء الله تكون القناه متنوعه، غندير لكم الراندا وتقولوا كيف جاتكم جلابتي، هذه هي الاخر سايت تقولوا كيف جاتكم الخدمه، غادي ندير لكم ان شاء الله الراندا بالنسبه للمبتدئات ديال الراندا حتى هما
عندي شويه صباغه على الثوب، صباغه على الزجاج، باش ندير لكم شويه الحساب والبانتيكاوا، ومهم الغرزه، طاز الغرزه. وكنتمنى يكون وغنشوف الطبخ حتى هو ان شاء الله، يا بغى الله ان شاء الله بحول الله. المهم تكون القناه متنوعه. يلا البنات، السلام عليكم.